54 نقطة طبعا، ومباراة مرتقبة يوم الخميس غدا إن شاء الله في مدينة مانشستر، حيث يستضيف مانشستر في واحدة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز اللي ينتظرها بطبيعة الحال الجميع. أرسنال وقد وصل إلى النقطة رقم الزائر ساوثهامبتون، معاناة كبيرة الحقيقة وأداء متواضع الفريق الأزرق في الجهة اليمنى من الملعب. ساوثهامبتون أعتقد بعد نهاية المباراة سوف يغادر يوشيدا، لقد يعني إذا استمر أداءه بالتراجع الواضح بلا هوتل المدرب النمساوي أن يشرك هذا. في نهاية القصة يبقى هازارد بكرة تحولت عالية وحتى ساوثهامبتون مباشرة إلى المتقدم كانتي، عنده 3 أهداف الفرنسي الممتاز دائما لاعب ليستر، وليستر الفريق الذي يتألق هذه الأيام. كان طبعا الفرنسي قد حصل مع فريق سالونزو والاثنين واحد بالقدم اليسرى ماركوس سالونزو، لكن لعبستر جارد يحول الكرة عالية يخرج حارس المرمى بالركلة إلى أرمسترونغ مرة أخرى. لاحظوا معي المتقدم هنا في الجهة اليمنى بيد نارك، لكن التسديدة أتت في الأخير إلى ضربة مرمى لمصلحة تشيلسي. روديجر يحولها عالية، مشروع تسجيل الجول الأول الرأسية من موراتا، ولكن سهلة وصلت إلى الحارس الشاب الإنجليزي اللي هو قال لاحظ الكرة العالية ملعوبة بعيدا عن التغطية، موراتا مباشرة يحول كثيرا بكرة سريعة إلى الأمام عبر قنوات بين سبورتس عندما ننقل كأس الأمم الآسيوية بمشاركة العرب، بمشاركة الآسيويين بما فيهم يوشيدا وأكيد المنتخب الياباني. 1:08 بالتوقيت المحلي، 11:15 بتوقيت مكة المكرمة. وصلت الآن إلى يعني الساعة 11:00 لأن ربع ساعة انقضت على الشوط الأول، هي خالية من الأهداف. محاولات تشيلسي أكثر يعني في حالة عودة لأنه هو معار من ليفربول. وصلت الكرة بالكرة اللي تحول إلى ألونزو يحول الكرة عالي. هازارد سجل جول حاضر، هازارد باركلي سجل جول حاضر، موراتا يعني تراجع لاعبي فريق ساوثهامبتون يعطي الفرصة للكل، لكن رقم 50 وراح يقلص الفارق عندئذ إلى 4 نقاط ما بصمود من مدافعي ساوثهامبتون. لم يتلقوا الهدف الأول، رمية التماس محاولة التقدم ولكن الكرة مقطوعة تكون إلى حالة كبير، تكون في صعوبة وصعوبة كبيرة الآن على مرمى فريق ساوث. كله يتقدم بما فيهم ديفيد لويس بما فيهم روديجر، لذلك صل 2 وهو سقط على أرضية الملعب يحول الكرة. تشيلسي لن يرضى بالتعادل في رأي وليان حكم المباراة، يعطي الادفانتج، عطى الادفانتج حكم المباراة، تحولت صعبة على هازارد. التيم جول من هذا المكان في غاية الصعوبة لأن مغطي المدافع، مغطي حارس المرمى، بعد ذلك العالية من الاستحواذ على الكرة إلا إذا هازارد إلى ألونزو، ألونزو يتابع الكرة، يتقدم ألونزو يغطيه اللاعب أرمسترونغ أو اللاعب فاليري، بالتالي أضيع مرة أخرى على تشيلسي. تبدأ من جديد للبلوز، روديجر كرة عالية ما تكون في المونديال الأزهري، ما كان في المونديال والعالم، مدرب المنتخب الياباني في متناول المنتخب. ويليان اللي عوض ويليان، كرة تشيلسي خطيرة تحول انحطت من موراتا لكن اصطدت وصلت إلى ضربة ركنية لمصلحة البلوز. بدأت المدرجات تدفع لأننا نقترب من الدقائق 5 الأخيرة المتبقية للشوط الأول من هذا المكان. قبل قليل حاول موراتا، يحاول الآن بيدرو حاضرين لكن للأربعة سجلوا، موراتا ضاع فرصة أو كبيرة من لاعبي الفريقين في اللقطة اللي أمام التسديدة ضعيفة إلى ضربة مرمى
أو إلى خارج أرضية الملعب، ربما تكون إلى ضربة ركنية أخرى يغطي مكان الاثنين أسفل الكويت. ماركوس ألونسو تقدم من ريدموند، فوز على تشيلسي، كرة خطيرة لمصلحة هدف للبلوز، لكن البلوز ما سجلوا. الشوط الأول يبدو أنه تسديدة هازارد، تسديدة مراتا، أهم المحاولات اللي قام فيها تشيلسي اللي يعجز عن التسجيل. قد تحدث مشكلة لفريق ساوثهامبتون الذي صمد في الدوري الأيرلندي، مشكلة لونغ أنه لم يسجل لغاية الآن. وتلاحظ معي فريق ساوثهامبتون يبدأ الشوط الثاني مهاجما، أرمسترونغ يقوم بمحاولة، يعني فريق ساوثهامبتون لم نشاهده على الإطلاق في الشوط الأول، وهو أسبوع آخر من أسابيع الدوري الإنجليزي أيضا كان سيد الموقف في تلك المباراة. هنا لغاية الدقيقة الرابعة الشوط الثاني من المباراة، فريق ساوثهامبتون حقيقة يعني مع بداية المباراة حصل على ضربة دافعين، الضربة الحرة المباشرة أمام المرمى، ولكن سبقت الجميع صافرة، وسبقت الجميع ربما يكون قد حدث خطأ في اللقطة السابقة. تشيلسي المتقدم، تشيلسي الكرة اللي تحول، ساوثهامبتون يتمنى الحصول على نقطة واحدة، الكرة الغلط ممنوع جدا، حتى هني الغلط ممنوع من جانب فريق تشيل. حوالي 41 ألف متفرج في لندن، في ستانفورد، كل هذا الوضع يحتم على تشيلسي اللي يقوم بمحاولة، والمطالبة هنا بخطأ أو بلمسة يد حكم المباراة أو مساعد الحكم هنا يشير إلى الخطأ. نعم، الوسط في خط الهجوم وعنده يعني تشيلسي شكل المباراة أن في جول قادم، تشيلسي يهاجم ساوثهامبتون. يعني شوف هي دقائق الخطر، دقائق الخطر، كل الخطر من البلوز على فريق ساوثهامبتون، سقوط هنا على أرضية الملعب، طبعا حذرين لأن شوف ويليان غادر ودافيد لويس يبي يصطاده ولا لا؟ لا ما اصطاده. ساوثهامبتون بكي يدافع بعدد أكبر من اللاعبين، التقدم والتسديدة من هازارد، ولكن أيضا حارس المرمى يتألق. شوف يعني مكارتي ارتكب أخطاء في مباراة السيتي، تألق اليوم الحارس الإنجليزي الشاب كان يعطي أسباني، مراد أسباني، بيدرو الذي يغيب أسباني. سريعة مرت على الشوط الثاني، التقدم، استقبال، لا والله الكرة طول، يخرج حارس المرمى، لا زال الإنجليزي الشاب متألقا في مواجهة ويليان، مواجهة مراتا، مواجهة باركلي. عاد والله ينقل الكرة ولكن تسقط، المتابعة حاضرة، ودافيد لويس والمتقدم أمامك سواريز، سواريز سيطر عليه يلعبها لأداء فريق تشيلسي، و كيفا والتسديدة في حائط الصيد، وين تستقر تحولت الهداف الأول في تشيلسي باعتبار عنده 10 أهداف. التسديدة حلوة حلوة يا أخي، والله أنا عجبني هذا الحارس. شوف إذا هبت رياحك فاغتنمها. حكم المباراة لم يتدخل، لكن الكرة في غاية الخطورة، حارس المرمى كيبا وصلت إلى ساوثهامبتون أيضا منقوب، هو اللاعب البديل، التبديل الاضطراري الشوط الأول اللي هو ماركوس ألونسو. المحاولة تستمر لتشيلسي، وهذه دقيقة فابريغاس يمرر، جول جول، تفاهم، لا والله ملغي ملغي ملغي. فريق ساوثهامبتون كان يعني من خلال مباريات كثيرة يتمنون ان 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 المتقدمين اللي يلحقونا بالنريو مورينيو، لكن هنا تشيلسي، تشيلسي ممكن 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 يأتي لأسباب، بسبب مثلا إصابة الحارس الأول، بسبب تراجع مستوى الحارس الأول،
تأتي الفرصة الآن إذا كان يستفيد من الفرصة. الحارس راح حتى روميو يحولها، ولكن في صافرة وفي خطأ.